العاقل ينظر إلى النذر نظر عيان مما يمر به في جميع أحواله، يعتبر يدكر يتعظ من كل ما يمر به، كل شيء يضعه على باله. وجاءكم النذير، الشيب نذير، موت القريب نذير، موت البعيد نذير، موت الولد نذير، موت الأب نذير، نذر. قد يقول قائل والله أنا شاب فتى في العشرين في الثلاثين في الأربعين من العمر، ونرى الناس يعمرون إلى المئة، لكن انظر إلى الوفيات واحضر إلى الأماكن التي يصلى فيها على الجنائز، ترى أن موت الشباب والأطفال أكثر من موت الشيوخ. واقرأ في الصحف التي تنشر فيها هذه الأخبار، تجد لسيما في الأيام الأخيرة نرى الموت في بين الثلاثين إلى الأربعين أكثر من غيرهم. يعني مسألة تتبع، انظر فيما ينشر في الصحف تجد الكثير، يعني نادرا تجد مات عن 80 سنة عن 90 سنة، قليل هذا. تجد أطفال بالعشرات مواليد، وتجد شباب كثير أيضا في الحوادث وما أشبهها، هذا أيضا كثر في آخر الزمان. فليس هناك عذر لأحد ولا مستمسك لشخص يقول أنا والله ما زلت شاب وأعمار الأمة بين 60 و70، أنا باقي على 70 50 سنة. نعم هذا كثير، يعني بالنظر إلى من يجاوز ذلك، الذي يجاوز قليل، لكن من يموت دون ذلك كثير. وشخص بلغ 60 من عمره لا يصلي، نسأل الله السلامة والعافية، ولم يتزوج، فذهب إليه قريب له في بلد غير بلده، ذهب إليه ووعظه وذكره، قال أنت في 60 الآن وأعمار الأمة بين 60 و70، ولا تدري متى يفجأك الأمر، أنت لو تصلي لتكون من أهل الجنة وتتزوج شخصا يرثك ويدعو لك. فقال له يا فلان كم عمر والدي يوم مات؟ قال ما عليك من والدك. قال ليش ما عليك؟ كم عمره؟ قال 120. صحيح 120. كم عمر عمي؟ قال 110. كم عمر خالي؟ فتنة لهذا الرجل، قال 100. وفعله عمر طويلا، فما اتعظ ولا ازدجر، وكان كلامه في يوم الجمعة. فرجع إلى بلده بعد أن أدى ما أوجب الله عليه من النصح لهذا قريب، يقول فما جاءت الجمعة الأخرى إلا ويأتينا نعيه. نسأل الله حسن الخاتمة. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون.